تمكن من الفوز بسهولة كبيرة. إذن ثلاثة أهداف منذ الدقيقة السادسة، جيان إذن يفتح باب التسجيل في هذه المباراة، هو القائد، اللاعب الذي انتقل إلى نادي العين، اللاعب الذي لم يوفق إذا في كأس العالم، كان يمكن أن يهدي إفريقيا وغانا أول مشاركة في الدور نصف نهائي في كأس العالم. هذا الهدف الثاني، براعة كبيرة عند الغانيين، ترويض بالصدر وإسكان الكرة في الشباك عن طريق اللاعب أتسو في الدقيقة 23. لأن الأمور كانت حسبت في الشوط الأول، لكن هذا الهدف أيضا عمق جراح النيجر حدثها.